عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبابي؟ بخير الحمد لله. هل هذه الحيوانات تسبح لربها؟ نعم هذه الحيوانات تسبح لربها. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كم عدد الحيوانات التي زرعت بالقرآن؟ 27 حيوان، من ضمنهم الأسد والبقرة والعنكبوت والنحل والكنز.